بقى انه تصفيات للجمباز الفني والترامبولين دول الفرعين. احنا بس عشان نعرف الناس ان اصلا الجمباز مش لعبه واحده، ده عده افرع في جمباز فني، جمباز ترامبولين، جمباز ايقاعي، يعني في عدد من الافرع. لا نستضيف فرعين بس، احنا نستضيف فرع واحد هو جمباز الفني رجال وسيدات. رجال وسيدات. طب الترامبولين؟ الترامبولين كنا مستضيفين التصفيات الافريقيه وقدرنا ان احنا ناخد مقعدين اتاهلنا بيهم لاولمبياد طوكيو 2020 اللي هتقام في يوليو 2021 ان شاء الله. طب نجي قول لي طب قول لي يعني احنا دلوقتي بالنسبه للمستوى التنظيمي زي ما يعني حضراتكم شايفين او الساده المشاهدين شايفين حاجه ولا اروع حاجه جميله لو شفنا المنظر ده نقول دي اوروبا. على المستوى الفني عندنا لاعبين ولاعبات يعني عندهم القدره، طبعا مش هنقول نحققوا ميداليه بس ناخد خطوه ستيب فورورد ان احنا نقول ناخد خطوه للامام، نشوف الترتيب اللي كان بتاعنا ايه وناخد خطوه معاه، يعني في ناحيه فنيه ماشيه كويس مع الناحيه التنظيميه والانشائيه اللي احنا هو شايفينها. ده حقيقي، ما هو ده بدا يحصل فعلا. وهو لو ما كانش عندك لعيبه تقدر انها مش هقول انها تاخد ميداليات لان فعلا دي حقيقه صعب. قصه المنافسه في الجمباز يعني صعبه جدا صحيح. والموضوع شرس بيكون جدا. بيكون شرس جدا. عندنا لعيبه كتير مميزين يعني احنا في على جهاز الحلق عندنا علي ابو القاسم او علي زهران، يعني الاسمين صح الناس بتنطقوا او بتناديله بيهم. حقق قبل كده فضيه كاس العالم كانت اقيمت في فرنسا ومن من اميز اللعيبه اللي موجودين في مصر. لا اتحققت لا هو ما تاهلش اولمبياد لانه المنافسه هو بيلعب على جهاز واحد على جهاز الحلق. والقصه الجمباز الفني انت لازم تكون مميز في ست اجهزه متوازي وارضي وجهاز الحلق والحصان يعني عشان تقدر تتاهل فلازم تكون مميز في كل الارقام في كل الاجهزه دي. طيب يعني مين عندنا عشان الساده المشاهدين تبقى عارفه مين عندنا يقدر او يتاهل بالاولمبياد وننتظر منه مش هنقول ميداليه بس ننتظر منه مركز متقدم. احنا اوريدي دلوقتي عندنا 11 لاعب. هو كان الاتحاد كان مراهن على ان هو يتاهل ب 10 لاعبين، قدر ان هو يحقق الكوتا بل يعديها. هو قدر انه يتاهل ب 11 لاعب ولاعيبه للاولمبياد اللي جايه، منهم مندي عصام. دي كانت تاهلت اوريدي من بطولة العالم كانت أقيمت من سنتين في شتوتغارت في ألمانيا. بعد كده في منتخب الجمباز الإيقاعي كان اتأهل من تصفيات الأفريقية كانت أقيمت قبل جائحة كورونا بأيام، كانت مصر مستضيفاها في شرم الشيخ. وبعد كده آخر مؤخرا اللعيبة بتاعتنا بقى اللي هم جانا إبراهيم وعمر العربي. عمر العربي ده من لعيب من ضمن أميز اللعيبة اللي كم سنة عمر؟ لسه صغير. قصدي كده لان انت حضرتك عارف طبعا اصلا يعني الجمباز من اللعبه اللي دايما يبداها اللعيبه صغيرين في السن وما ما 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 بتسمحش ان اللعيبه تفضل مثلا معمره يعني مش مثلا زي في العاب تانية بتقدر انك تكمل لغايه 30. لا طبعا هو المرونه والحاجات دي مرتبطه بسن معين لو دخل في ال 25 26 بتبتدي يبدا ان هو لعيب جمباز فاما هو يبدا يبطل او ان هو بيبدا زي ما قلنا بقى في قصه علي ان هو يبدا يدور على جهاز واحد هو مميز فيه جدا ويركز عليه.